بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. الكل يعلم قبل مدة فريق الكاميرا تول طرح التحديث لتاريخ 13/2/2019 بخصوص كتابة قراءة وكتابة السيرت وباتش السيرت لهواتف سامسونج الحديثة. هذه المودات اللي تمت إضافتها. الأمر الأبرز في هذا التحديث هو باتش سيرت لأجهزة كثيرة من النوع اللي CPID Hardware Based سيرت، اللي السيرت يجب أن يكون يطابق البرنامج والهاردوير. يعني أنت كتبت للهاتف ووجد أن السيرت لا يطابق الكود الموجود بالجهاز، لن تكون لديك شبكة مكالمة طوالة فقط. هذه المودات اللي تدعمها هنا حسب الفريق كتابة وقراءة السيرت بدون روت وتصليح الايمي، لكن إذا احتاجت بات سيرت ستحتاج إلى روت. طيب، بعد هذا التحديث الكثير من الناس جربوه، كانت هناك كثير من الشكاوي حول فشل عملية بات سيرت، وأنه الهاتف يظل سيرت باس فيل او سيرت نوت جود ان جي بعد عملية باتش سيرت او كتابة السيرت او تصليح الايمي. المهم، الفريق اصدر تعقيب على الامر لمواجهة المشكلة. انا حاولت الموضوع لكن لضيق الوقت، موضوع طويل جدا ووقت ضيق عندي، قلت اسوي فيديو عليه افضل ان شاء الله بخصوص تصليح الايمي وكتابة السيرت. قم بتابعة هذا التوضيح للإجابة على أسئلتكم. هل تبحثون عن تصليح الآيمي في هواتف سامسونج جديدة، أو تريدون استعادة السيرت اللي أنت ساحبه سابقا من الجهاز، أو كتابة سيرت أنت تريته؟ قبل خوض الموضوع، الفريق طرح السؤال. السؤال الأكثر لحال، لماذا نحتاج إلى كتابة الآيمي أو باتش سيرت، أو لما هي استعادة السيرت الآيمي تكون ضرورية؟ هنا بعض المعلومات المباشرة. نبدأ كالآتي. هو معروف وهو شائع لكل هاتف رقم آيمي، وهو عبارة عن بيانات رقم تكتب إلى الهاتف أثناء عملية التصنيع، ويتم سايند، يعني كل جهاز إلى الآيمي الخاص بها، يعني مؤمن محمي، يتم تأمينها من قبل المصنع سامسونج إلى آخره، هواوي إلى آخره. هذه البيانات الرقمية للرقم الآيمي عندما يتم تأمينها أو حمايتها تكون بشكل سيرت. هذا يعرف السيرت. هذه السيرت اللي هي السيرت معناها شهادة، صار كلمة سيرتيفيكيت اللي هي الشهادة اللي تدور رقم الآيمي، اللي هو الملف اللي يحوي الآيمي. هذا السيرت يحوي معلومات معينة عن الآيمي. لكن في حالة الهواتف الجديدة، سابقا كنا نكتب سيرت الجالكسي 3 نسمى جالكسي 3 نتبقى جهاز جالكسي الآخر، بالنسبة للجالكسي 4 إلى آخره أو غيرها من الأجهزة، أو الجي 2 جي 3. لكن بفترة الأول الأخيرة ظهرت لنا الهواتف اللي ما تقبل غير السيرت الموجود عليها، وفي حالة كتابة أي سيرت آخر لن تجد لديك شبكة. السبب هنا يوضحه الفريق. ما السبب؟ هناك رمز تعريف شخصي آن آي دي كود للهاتف الذي يعطى له، يمنع إعادة استخدام شهادته أو السيرت اللي خاصة به على هاتف آخر. بمعنى آخر، يستحيل كتابة آيمي لهاتف على هاتف آخر، والسيرت لا يمكن إعادة إنتاجه، لا يمكن إعادة إنتاجه، لأن المصنع هو الوحيد الذي يملك المفتاح الخاص لإنشاء هذا السيرت. يعني عندنا مثلا ما الجهاز جي 10 جي 7 بريم سيرت، هذا السيرت يطابق الجزء المادي. اذا ردنا ما عندنا امكانيه انه نصنع سيرت، لكون هذه السيرت اللي اعطيت لهذا الهاتف لها مفتاح واحد، يعني مفتاح يا خلينا نقول طريقه لتكوينها لا يملكها سوى سامسونج. هذه السيرت يتم فحصها من قبل المودم. توافق
أو تطابق أو سلامة المودم يتم التحكم بها من أطراف أخرى بمستويات أقل. هل عندك البيس باند، السي بي يو تبع الجهاز إلى آخره. كخلاصة، الرقم الآمن المدخل لن يكون لرقم الآمي السيرت الذي تم كتابته لن يكون كافي لأن المودم لن يقبله. يعني المودم راح يقرأ الآمي أو السيرت الموجود بالجهاز، وأطراف أخرى تراقب عمل المودم. المودم من يكتشف أنه الرقم السيرت أو الآمي غير مطابق لرقم للكود آي دي، آي دي كود لرمز الشخصي اللي خلته الشركة بالجزء المادي بالجهاز بالآي سيات، يعني على فرض اللي تم وضعه بالآي سيات، المودم ما راح يتقبله من يكشف انه رقم الآمي اللي لعب بيه او بث سيارة من جهاز اخر. والنظام هذا محمي جدا الى الدرجة لانه الآمي او اذا تلف الآمي او السيارت فماكو امكانية، يعني النظام هذا مؤمن جدا، يعني لا يمكن التحايل عليه. هنا الفريق يذكر ماذا قد يحصل لدينا تلف في الآمي السيارت. يقول اكثر الاسباب اللي مسبب لهذا التلف هو تعارض السوفت وير، يعني خطا بالتفليش، كلير اي اس الى اخره. الامر الاخر وهو ما الامر المهم هنا؟ انه رقم الايمي او الختم الرقمي او التوقيع الرقمي، يعني انت من الشركه كتبت الايمي وخلتها ملف السيرت، خلت ماي او قفل على هذا من يحصل دمج على الايمي او السيرت الهاتف ما راح يعمل حسب ما مكتوب هنا. انا اقول لكم يعني عفوا بعض الامور شويه ما ادخلها، انه مكتوب هنا حتى مركز صيانه سامسونج غير قادر على تصليح المشكله. طبعا انا شفت هالمساله بمراكز ضمان، عندما يحصل تلف بالاي مي يلبون اي فكره او حديث حول تصليحه، لذا سيصبح الهاتف عباره عن جهاز العاب لا اتصال او الى اخره. ما الذي يحدث إن حصل التلف؟ ما الذي سيظهر لنا؟ الآيمي راح يتحول إلى أصفار. عندما نضغط نجم شبك 0 1 1 الآيمي ستيت سيكون نوغل، ما راح تقدر تتصل وراح تكون لديك غير مسجع على الشبكة. فالفريق ركز نقطة حتى يوجد حل للمشكلة. في حالة يقول طبقت عملية إحلامي كتبت آيمي للجهاز أو كتبت سيرت، يجب أن تعمل بات سيرت. بحالة تصليح الآيمي تحتاج بات سيرت، وبحالة كتابة سيرت تحتاج بات سيرت. بعض الأحيان أثناء عمل بات سيرت تجيك رسالة أنه هنالك بات سيرت سابق، يعني هو تم عمله على بوكس آخر آخره أو من خلال الكاميرا نفسها، يجب عليك إزالته. There is an active bat sirt on your phone. Please remove it. لذا ستفشل عملية السيرت. ما الذي تحتاجه؟ أن تعيد العملية. لكن قد يحصل هنا ضبط مصنع للهاتف، لذلك يعني احسب حسابه دائما المبحث اللي عملته أو تصليح الآيمي، حاول الزبون أنه يسمح المعلومات اللي عنده. فات انضرب الجهاز احتاجه تتفلش إلى آخره، أنت بأمان إن شاء الله. حاليا البرنامج كاميري يدعم 3000 مودم، لكن بالطبع ما يدعم كل المودمات الموجودة بالسوق، لكن احنا حريصين على إضافة المودمات يوم بعد يوم. ويقول لا تترددون للاتصال بينا إذا صادفتكم أي مشكلة. أيضاً تقدر تجرب برمجة الهاتف إصدار آخر، كان تفليش الهاتف وإعادة العملية. هذه المودات المجموعة كما ذكرتكم، المشاكل اللي قد تواجهك هي انه باتش سيرت يفشل لوجود باتش سابق، ما
عليك تفريغ الهاتف، او مرات اللعبه ما تنجح من اول مره تحاول مره ثانيه او ثالثه. وايضا اي مشكله صادفتك تقدر ترسل تراسل الفريق، تعطيهم الورك اي دي. انا عامل فيديو حول الورك اي دي، يعني كيف تحصل على اللوج وترسل الفريق. ان شاء الله نقدر اساعدكم عن طريق جيم فلاش او الجزائريه للمحمول ان شاء الله، DZ@JCM. واي استفسار انا بخدمتكم ان شاء الله. اسف على الاطاله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.